بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات المشاهدون الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محور الأحداث، والتي يرافقني فيها اليوم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عمار عوض. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمار. مرحبا بك أستاذ غادة، ومرحبا للمشاهدين، ومرحبا تلفزيون السودان. حياك الله. وأولى المحاور في حلقة اليوم اجتماع مجلس الشركاء، حيث عقد هذا الاجتماع برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأوضحت الناطقة الرسمي باسم المجلس وزير الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي إن المجلس أكد خلال الاجتماع على الشراكة ودعم كافة الأطراف للحكومة الانتقالية. وقالت وزيرة الخارجية إن المجلس عكف على نقاش الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية في عدة محاور شملت الاقتصاد، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية وقضايا الانتقال. بدأ الاجتماع بتأكيد المجلس على الشراكة ودعم كافة الأطراف للحكومة الانتقالية الثانية ومساندتها لكي تحقق أهداف المرحلة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية. لذلك عكف المجلس على نقاش الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية في عدة محاور، أهمها المحور الاقتصادي، محور السلام، المحور الأمني، محور العلاقات الخارجية وقضايا الانتقال. وقرر المجلس مواصلة اجتماعه في أول الأسبوع المقبل بإذن الله لمناقشة قضية بقية القضايا، خاصة مسألة أسس ومعايير الولايات والولاة. مرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا أستاذ عمار. إيضاح مغتضب للناطق الرسمي باسم مجلس الشركاء وزير الخارجية دكتورة مريم الصادق عن سياسة الانتقال وعدة محاور مهمة يعني تأتي في أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة. بدءا نعرف بما هو المعني بسياسة الانتقال. المعني بسياسة الانتقال قضايا عديدة، منها إكمال هياكل الحكم، وهي قضية في صلب أو عمود أساسي لعملية الانتقال السياسي. إكمال هياكل الحكم يشمل المجلس التشريعي، يشمل أيضا تعيين ولاة الولايات، يشمل أيضا تعيين حكام الولايات، يشمل أيضا المسألة المتعلقة بالحكومات الولائية، يشمل تكوين المفوضيات المتعلقة بمفوضية الانتقالية، مفوضية العدالة الانتقالية، مفوضية الفساد، مفوضية الأراضي. كل هذه المفوضيات، هذه كلها قضايا الانتقال السياسي، لأنها هي موجودة في ركن ركين في الوثيقة الدستورية وفي عملية الانتقال نفسها، حتى يتم بسلاسة وأن يحقق القرض المطلوب منه، أنه ينقل السودان من واقع الثورة لواقع الدولة. ذكرت يعني أستاذ عمار في مقدمة إكمال هياكل السلطة المجلس التشريعي صوت الشعب. يمكن نعلم بأن هناك لا زال هناك تباين في رئاسة البرلمان، هناك أيضا كانت خلافات في أمر النسب، لكنها أعتقد أنها يعني نحو الحسم تمضي. أمر الولايات أيضا عدد من الولايات قدمت ترشيحاتها وأخرى تنتظر، يعني تحدث عن المجلس التشريعي تحديدا. المجلس التشريعي لأول مرة نحن كمراقبين نشاهد هذه الاجتماعات ونلتقي القيادات المختلفة من التحالفات السياسية. لأول مرة نشعر بأن هنالك جدية كبيرة لتكوين المجلس التشريعي في الموعد الذي منصوص عليه في النص المصفوفة الزمنية لإكمال هياكل الحكم، ومحدد له يوم 25 فبراير القادم. هنالك إذا اتجهت إلى الحرية والتغيير، سنجد داخل الحرية والتغيير عبارة عن خلية نحل لاختيار الممثلين عن كتلة الحرية والتغيير. كل حزب من أحزاب الحرية والتغيير الملتزمين الموجودين الآن سيكون له عدد من الممثلين
موجودين في هذا. أيضا في الولايات كما فضلتي أنت، صحيح في الولايات الآن ما لمسناه من أعضاء المنوط بهم تشكيل المجلس التشريعي، 9 ولايات أكملت ترشيحاتها واستوفت الشروط. الولايات هم حوالي 171 107 من الذين سوف يأتوا، هؤلاء أيضا اكتمل الترشيحات حولهم في 9 ولايات. ومن الجيد التزام كامل ب 40% للنساء في هذه الولايات. هذه نصف الولايات السودان 18، 9 ولايات أكملت. الولايات التي تم إعادة القوائم لها، واحدة من الأسباب الأساسية عدم الالتزام ب40% من نسبة النساء. هذا ما كنت سأسألك عنه، يعني تمثيل النساء، هذا الأمر الذي يحدث كل هذا الضجيج بأنه أمر مستحق بالتأكيد يعني. نعم. كان ده كان لها دور كبير في هذه الثورة السودانية. النساء السودانيات كما كانوا بيقولوا الناس يا بنات أبغوا الثبات، الثورة دي ثورة بنات. فعشان كده يعني الناس إذا كان حصل عدم التزام فيما يتعلق بمجلس الوزراء، وإنه النساء أخذوا 4 وزارات في حين إنه كان مفروض يكون العدد أكبر حوالي 6 من النساء، وحتى إذا كان في حكم الولايات أخذوا 3، أخذوا ولايتين فقط، لكن في المجلس التشريعي قال هذا الأمر لن يغتفر، يجب تمثيل النساء. الولايات التي تم عطفا على ما كنا نقوله، الولايات التي لم تتم تسليم القوائم الترشيحات، منها هذه الولاية خرطوم. ولاية الخرطوم، بالإضافة لولايات كردفان 3، بالإضافة إلى البحر الأحمر إلى كسلة، بالإضافة إلى النيل الأبيض القضارف، هؤلاء لم يكملوا القوائم. في جزء لفائدة المشاهدين، في نوعين من الولايات التي لم تسلم. في نوع ما التزموا بحق النساء، تم إعادة الأسماء لهم حتى يتم الترشيح، وهنالك نوع آخر لديه طعون المتعلقة بأن هذه الولايات الذين المرشحين اللي دفعوا بهم، لما تمشي في الولاية المعنية بتلقي مثلا أنه في 4 كتل بتقول إنها هي تنسيقية الحرية والتغيير، ويكون الولاية المعنية نفسها مطلوب منها إحضار 4 أشخاص، غياب واحد من الذين يقولون أنهم يمثلوا الحرية والتغيير يؤدي إلى تقديم طعون وتأخير حتى يتم توافق كامل. لهذا السبب يوم الاثنين كان مفروض بكرة يكون هنالك وفد يغادر إلى ولايات النيل الأبيض، كسلة، البحر الأحمر، القطارف، كردفان، لمعالجة الاختلالات الخاصة بعدم التوافق ما بين تنسيقيات الحرية والتغيير ليحدث توافق. ديل في 4 ولايات اللي مفروض يحصل. هنالك أيضا نقطة يجب أن نشير إليها، المكون العسكري اللي موجود في مجلس شركاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية هو بيفتكر انه هو طبعا لديه حوالي 65 مقعد. هذه 65 مقعد بالتشاور مع الحرية والتغيير. المكون العسكري أدرك تماما أهمية المجلس التشريعي، فبالتالي أبلغ الحرية والتغيير في الاجتماع اللي كان يتعقد يوم الثلاثاء الماضي بأنه يمكن الولايات اللي الحرية والتغيير بتعاني في تمثيل المكونات الداخلية، إذا كانت مكونات اجتماعية، إذا كانت مكونات سياسية، إذا كانت مجتمعات بتعاني من هشاشة مثلا كسلة، دارفور، غيرها، إنه من 65 إنه يمكن الذين سيعينهم المكون العسكري بالتشاور مع الحرية والتغيير يغطوا الاختلالات المتعلقة بعدم استصحاب التنوع الكامل للمجتمعات في الولايات. أيضا من المهم إنه الغول إنه المكون العسكري أيضا بيتكلم على إنه هو لديه 4 حيتم تمثيلهم من قبله.
الضباط المعاشيين إذا كانوا في الشرطة، إذا كانوا في الجيش، إذا كانوا في أي مكان آخر من الجنرالات اللي موجودين، الرجالات الإدارة الأهلية، باعتبار أنهم دي الناس طبيعة وظائفهم ما بتجعلهم ممثلين في الأحزاب السياسية. رجالات الطرق الصوفية، الرجالات الشخصيات الوطنية المستقلة اللي ما عندها أي تنظيمات سياسية، بالتالي أيضا هو بيتكلم على أنه يمكن أن حتى فيما يتعلق بعدم تمثيل لجان المقاومة هو قدم عرض بحيث أنه يمكن أنه المقاعد المخصصة للجان المقاومة هي 31 مقعد، و 31 مقعد فيها 17 مقعد من كل ولاية شخص واحد من لجان المقاومة، وفي ولاية الخرطوم 14 شخص. نعم. فهذا التمثيل غير مرضي بالنسبة إذا كان للعسكر، إذا كان للحرية والتغيير، إذا كان لقوى السلام، باعتبار أنه النموذج اللي مفروض أنه يكون في المجلس التشريعي والفلسفة اللي أوجدت المجلس التشريعي أنه القوى اللي حركت الثورة مفروض يكون عندها وجود أكبر. نعم. وإنها هي بتمثل قطاع كبير اللي هو أنا وإنتي والمصور، وهذا لن يحدث أستاذ عمار من خلال سردك وشرحك وتفصيلك. يعني ما هو الذي لن يحدث؟ التمثيل الكبير لممثلي الثورة السودانية في البرلمان، نتحدث عن شباب. هذا ما كنا نقول، هذا ما كنت أقوله. إنه المكون العسكري دعا قال إنه هو ممكن من النسبة المخصصة له واللي هو 65 اللي هي بالتشاور مع الحرية والتغيير يمكن إعطاء لجان المقاومة عدد إضافي من المقاعد حتى تكون كتلة لجان المقاومة داخل المجلس التشريعي كتلة مؤثرة. نعم. اللي هي تكون عبارة عن هي الآن 31 شخص يمكن يتم مضاعفتها بحيث أنه يكون وضعها أفضل داخل. نعم. البرلمان، وأنه يكون عندها صوت مسموع وصوت قوي، باعتبار أنه خمسة الجبهة الثورية قوى السلام لديها 75، الولايات 107، الحرية والتغيير عندها نسبة، المكون العسكري بال 65 مقعد. نعم. فإنه لجان المقاومة برضو يجب أنه يكون صوتها مسموع. المشكلة أنه طبعا نحن كلنا عارفين أنه في قطيعة نفسية في في السودان، في ناس بيفتكروا أنه القطيعة دي مبررة وفي ناس بيفتكروا أنه القطيعة دي غير مبررة. كويس. ما بين أنه القوى اللي حركت الثورة وما بين المكون العسكري والقطيعة أيضا اللي استحدثت جديدة مع الحرية والتغيير، بعض لجان المقاومة بيفتكروا أنه برضو الحرية والتغيير يعني. طيب هذا التنازل للمكون العسكري بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير لمقاعد في البرلمان للجان المقاومة، نمضي في ذات الأمر. يعني أستاذ عمار، معلوم بأن تم في كم زمن إعلان المجلس التشريعي وحدد هذه المرة بالرابع والعشرين من فبراير الجاري، تبقت أيام فقط. أنت الآن تتحدث عن 4 ولايات لم تقدم وتكمل ترشيحاتها لممثليها في المجلس التشريعي. هل سيكون هناك أيضا امتداد آخر للزمن للإعلان عن التشكيل الكامل للمجلس التشريعي؟ وهل تتوقع أن يكون هناك أيضا ربما تباين في الآراء في أمر من يرأس البرلمان الذي يمثل كل السودانيين؟ حديثك صحيح. اللي نحن لمسناه في الاجتماعات اللي فاتت كمراقبين بنراقب العملية السياسية وبننقل التصريحات وبنحضر المؤتمرات والاجتماعات، انه في عزم على انه الالتزام بالتاريخ 25. بالتالي كان من المفترض انه اليوم في نفس هذه اللحظة انه يكون في اجتماع، الاجتماع حيشاركوا فيه الحرية والتغيير. نعم. والجبهة الثورية والمكون العسكري. كويس. باعتبار انهم ديل الجهات المنوط بهم فيما يتعلق تشكيل البرلمان. الاجتماع بغرض الاتفاق حول مسألة رئاسة البرلمان، من الذي يرأس البرلمان، الاتفاق على اللوائح القانونية اللي بتحكم عمل البرلمان، الاتفاق حول عدد اللجان التي ستكون في البرلمان،
برلمان الجبهة الإسلامية السابق طبعا كان عنده عدد من اللجان، اللجنة الاجتماعية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة كده. الآن في مستجدات جديدة بتستوجب إنه تشكيل عدد من اللجان بما يجعل إنه البرلمان فاعل وفي قضايا حقيقية. دي الثلاثة أشياء أساسية حيتم الاتفاق. الاجتماع أجل نسبة لأنه حيكون في لقاء ما بين الحرية والتغيير ومجلس الوزراء الجديد بتاع الحرية والتغيير وقوى السلام وكده. حيكون بالتالي الاجتماع القادم يوم الأحد في أنه يتم الاتفاق على هذه الثلاثة مسائل. في مسألة رئاسة البرلمان لفائدة المشاهدين، أنا بستعرض، يعني أنا ما طرف في القصة لكن حستعرض كل الآراء. مراقب هذا الأمر. الجبهة الثورية عندها منطق بتقول أنه إذا كان المكون العسكري نال رئاسة مجلس السيادة، وإذا كان المكون بتاع الحرية والتغيير أو المكون المدني نال رئاسة مجلس الوزراء، بالتالي يجب على أنه يكون رئاسة البرلمان تذهب لقوى السلام. نعم. القوى اللي موقعة على السلام، لأن هي دي الطرف السلمية. أطراف العملية السلمية، لأنهم هم طرف في مجلس شركاء الحكم، وكأنما يكون تم توزيع الأمر في الرئاسات بالتساوي. الوجه الآخر الحرية والتغيير تقول لا، إنه العرف البرلماني إنه صاحب الكتلة الأكبر هو في البرلمان هو الذي يرأس البرلمان. والحرية والتغيير في النسب الممنوحة لها هي صاحبة النسب الأكبر. بالتالي الاجتماع حيقوم يناقش إنه كيف إنه نحن لتعزيز العملية بتاعت الانتقال ولتعزيز الرؤية بتاعت الانتقال، العملية اللي تكلمت عنها السيدة مريم، انه يتم النقاش للوصول لتوافق حول هذه المسألة. طيب قد يبرز سؤال منطق، اين قوى الثورة؟ نحن تحدث قبل قليل عن هذا التمثيل لهم، يعني لماذا لا يترأس البرلمان ممثلين من قوى الثورة السودانية؟ إذا كان شباب أو مرأة أو لأنه كلمة قوى الثورة دي، نعم. الحرية والتغيير قوى الثورة، نعم. والجبهة الثورية من قوى الثورة. نتحدث عن مكونات محددة، مرأة وشباب. بس معلش، كده معلش، لكن كقوى الثورة كلمة قوى الثورة بتشمل الحرية والتغيير، بتشمل الجبهة الثورية، بتشمل كل الناس. فبالتالي إذا مش يعني إذا كانت الجبهة الثورية ترأست هي من قوى الثورة، وإذا كانت الحرية والتغيير. أما من ناحية الفئات اللي كان موجودة في الثورة، ممكن انه نحن نتناقش في انه ممكن يكون رئيس البرلمان امرأة او رئيس البرلمان. دار اقول نقطة مهمة فيما يتعلق حتجاوب على سؤالك بطريقة غير مباشرة، اللي هي انه المسألة بتاعت لجان المقاومة. في ناس بتفتكر انه يعني وجود المجتمع القوى الجديدة مهم في العملية بتاعت الانتقال، لكن لأنه الانتقال ده يعني انتقال حساس كويس، فلأنه أول حاجة الانتقال ده حيقر دستور، الانتقال ده حيقر اتفاقيات دولية بما فيها يعني كتطبيع أو غيره أو كده، البرلمان حيقر يعني قضايا متعلقة المؤتمر الدستوري وهوية السودان وكده، يعني حيقيس تشريعات وأيضا يؤمن حيقيس تشريعات غاية في الحساسية. بالتالي إنه نحن لما كنا بنقول كمراقبين بنتكلم مع الحرية والتغيير والجبهة الثورية والعسكريين في إنه الاتفاقية بتاعت الدستورية دي اسمها الاتفاقية الوثيقة الدستورية بتتكلم على إنه يجب إنه يكون يعني الحد الأدنى للعمر 22 عام. ولما وضعت لأنه الناس كانوا دايرين إنه لأول مرة في تاريخ السودان إنه يكون يعني الحد بتاع إنه الشخص ممكن يدخل البرلمان يكون عمره 22 أو 24 سنة. ده ليه؟ لأنه الناس كانوا دايرين الكلام ده إنه القوى اللي حققت الثورة، الشباب ديل الفلفل وشعرهم ديل، والشباب الجيل الجورانة ده، الناس الكتار ديل، الناس ديل انه يكونوا موجودين في البرلمان. يعني انه ما البرلمان كله يكون عمم وعكاكيز ونخب سياسية وكده يضخوا فيه دماء جديدة.
هم بيدفعوا بالدفع اللي انا قلته ليك ده، بيقولوا انه البرلمان ده بيعالج قضايا حساسه، بالتالي يجب انه يكون فيه كل كل الاطراف، لكن برضو لانه القضايا الحساسه يكون الابر هاند، انه يكون يعني القوى السياسيه المنظمه. لانه بيقولوا انه ايضا لجان المقاومه ما عندها وحده هيكليه، يعني هسه الليله اذا انا قلت الحريه والتغيير نحن نريد ان نعلن الحرب على الارجنتين مثلا، وفي البرلمان الكتله الحريه والتغيير بترجع لمنظومات، اذا اتى شخص من حزب البعث وصوت للقرار هو بيكون ناقل صوت القرار، لكن حقوق اللجان المقاومه هي رافع اساسي في الثوره، لكن ما عندها لانها تمثيله افقي ما تمثيل راسي، بالتالي ممكن يكون الراي راي شخصي واحد. هنا في حل قدموا بيه ناس كتار، وانا يعني اي سبورت الكلام ده كويس، انه اللجان بتاعت المقاومه لما يضاعف العدد بتاعها من 31 كويس، انه في كل ولايه يكون في شبه برلمان موازي، وفي الخرطوم يكون في برلمان موازي يكونوا ممثلين فيه الشباب، واللي 31 او اذا ربنا يعني فتح بصيره القوى الحريه والتغيير والعسكر والجبهه الثوريه وضاعفوا الموضوع باللجان المقاومه وصلنا لحوالي 40 41 بقت كتله مؤثره، ال 41 ديل بيكونوا اعضاء في البرلمان الشباب، البرلمان الثوري اللي هو بيكون موازي للبرلمان، منه الشباب بتسبوا خبره في كيف في الاعمال بتاعت البرلمان وكيف في انك انت كنتوا هيقول للعمل السياسي من بعد يعني للمستقبل بصوره احترافيه. شكرا نعم. يا استاذه نعم. حتى في المستقبل ليس في الفتره الحاليه نعم. لكن بيخرج كوادر يكون قادره على انها في المرحله الجايه في المرحله بتاعت الانتخابات لما تاتي اللي بيخرجوا من البرلمان الثوري في الخرطوم او في الولايات بيكونوا اكثر تاهيلا على ممارسه الحياه السياسيه نعم. نحن عندنا مشكله انه الشباب كان عندهم انقطاع من العمل السياسي نعم. نسبة لأنهم كان بطنهم طامة من القصة بتاعت الجبهة من القصة بتاعت الأداء السياسي للأحزاب، لكن في النهاية قرروا أنه يشاركوا في الثورة وكده، فده بيحتاج أنه يتم تأهيلهم. بيحقق هدف تاني البرلمان الثوري اللي أنا بدعمه بشكل شخصي، أنه اللي 41 أو ال 31 اللي حيكونوا قاعدين في البرلمان القومي بيكونوا قاعدين في برلمان موازي، بالتالي الآراء ما بتكون آراء فردية نعم. نحن ما عندنا مشكلة ما انت بعد ما تصل البرلمان، البرلمان ده طبعا فيه لعبات انت يا استاذة عارفة، تمرير لقرارات تمرير لقرارات نعم. استقطاب كويس، ممكن الجبهة الثورية عندها حاجة بتستقطب ناس من الحرية والتغيير للفكرة بتاعتها، الناس بتاعين الجبهة الثورية استقطبوا ناس من ناس المكون العسكري، ناس المكون العسكري استقطبوا ناس من ديل كلهم بتحصل، والأولاد الشباب ديل ممكن يعني القصة دي يضيعوا في النص يعني تبقى لهم هناي، فبالتالي نعم. انه يكونوا في المجلس الشباب الثوري يكونوا بيعبروا عن الراي موحد لكل الناس، ما بيكون رايهم راي فردي، ويكون هم لما في البرلمان يكون رايهم راي ملزم، وفي منظمات بتاعت مجتمع مدني ومنظمات دوليه وكده منها ممكن تدرب الناس وممكن تدعم الاتجاه ده. بيجاوب نعم. على السؤال بتاع انه قوى الثورة أو فئات الثورة نعم. وإسهامها في البرلمان وتمثيلها كنسب، لكن الرئاسة دي غاية الناس دي المشكلين بشكل شديد نعم. نخدم هذا الملف يعني بتوقعاتك لمتى يتم الإعلان بصورة رسمية عن المجلس التشريعي السوداني كواحد من أهم هياكل السلطة في السودان؟ هو ما بيكون طبعا يعني انا بصدق السياسيين كويس، هم قالوا يوم 25 يناير لغايه 5 ايام، لكن الوقائع اللي موجوده امامنا بتقول انه الله اعلم انه يكون يوم 25 بيكون يعني ليتر، لكن الهم المهم انهم هم مؤكدين على انه المساله فيما يتعلق بال حتى في الولايات لو ممكن نتكلم لاحقا انه المجلس التشريعي الدم يكون هو الأولوية، حتى قبل الناس ما تفكر في تشكيل الولايات دي ما حتتغير في اليومين الجايات ديل، السودانيين احتمال يكونوا عارفين الكلام ده، في ولايات كثيرة في ولا كتار ماشيين في ال 17 هناك مؤتمر الحكم والأقاليم هناك يعني. مؤتمر الحكم اللي حيحدد لكن هناك هم مصرين انه يكونوا المجلس التشريعي أول باعتباره أولوية، لأنه في قضايا كثيرة محتاجة انه المجلس التشريعي انه يكون حاضر
نعم حتى يتم حسم هذا الأمر. أنتقل لمحور آخر وأستاذ عمار، ندمج المحورين ما بين الأمن داخل السودان والعلاقات أيضا الخارجية والتي فيها مهدد أيضا أمني على السودان. نبدأ بتنفيذ الترتيبات الأمنية للعملية سلام السودان، ويمكن المصفوفة الزمنية تأخرت كثيرا لما يجري في البلاد، يعني من تنظيم أمر عمل الحكومة الانتقالية، من تحديات اقتصادية وما إلى ذلك. في الفترة الماضية يعني كان هناك دخول لحركات أو قوات شركاء السلام من دولة جنوب السودان ومن مناطق أخرى، يعني برأيك هذا الدخول هل هو يعني قبل أن يتم أمر عملية الدمج والتسريح وما إلى ذلك؟ نعلم بأن هناك قوة مشتركة تحل محل اليونيميد الآن تم إكمالها، لكن ماذا عن دخول قوات شركاء السلام يعني هذه الطريقة؟ هل هناك خطورة وجود هذه القوات في مدينة واحدة ربما؟ وكيف يمكن أيضا الإحاطة بهذا الأمر وتنظيمه وفق ما خرجت به مصفوفة الترتيبات الأمنية في سلام السودان؟ هو طبعا ما في خطورة، يعني لأنه نحن كلنا سودانيين، مش يعني دي بلدنا، يعني والمرء يعني يحق له وإنه يتحرك من مدافوق لحد حلايب ومن حلفة لحد الكرمك، لكن هذا الأمر يحتاج لضبط وربط وتنفيذ يعني بصورة أكثر عملية يعني. ما بس أنا خليني أتم الكلام. إنه ده أصلا حق كويس إنه الإنسان يتحرك، زي ما في قيادة بتاعت الجيش السوداني موجودة، قيادة الدعم السريع في الخرطوم 2 كويس، وناس الأمن والمخابرات دي كانوا في هنا، فكمان أي زول تما عاصمة البلد، أي زول يشوف نفسه فيها، شوف أهله كده ويشوف ناسه قاعدين قاعدين يعني أسياد حق، لأنه ده بيعالج اختلالات حصلت كثيرة نتيجة لل بالنسبة لاتفاق الترتيب ده من حيث شنو الفلسفة والمبدأ العام، يعني وجهة نظري أنا شايف كده. لكن من ناحية تانية المتعلقة مثلا بأنه حيكون طيب في حاجة اسمها وحدة القيادة والسيطرة، دي كانت ما موجودة في السابق. وحدة قيادة وحدة القيادة والسيطرة اللي بتتحكم في القوات دي أخذوا المباني بتاعتهم هم ذاتهم، الناس الجايين دي اللي حيكونوا هنا في المكان ده كويس، العمارة اللي ادوها اليوم دي. وحدة القيادة والسيطرة دي هي ما انت عندك اتفاق على انك انت تكون كما تفضلت انت قوة من كانت 12,000 جندي على حسب الاتفاق، اللي هي يكون يعني 6,000 من قوات الكفاح المسلح و6,000 من القوات النظامية. لكن تردي الأوضاع الأمنية في دارفور خلى الناس يوافقوا على إنه الطرفين يرفعوا العدد إنه يبقى 20,000 كويس، وإنه يكون المشاركة 12,000 للقوات النظامية و8,000 تكون للجبهة لأطراف السلام. كويس، لأنه التردي بتاع الأمن كبير جدا في دارفور، وهو بعد خروج يونيو تتضح إنه المسألة دي هتكون مؤثرة. في اتفاق السلام اللي ما عارفينه السودانيين إنه مفروض إنه إذا كان في قوة القائد بتاعه من يعني مثلا سي إنه مثلا زول شغال في قطاع مثلا شمال دارفور، إذا أنت شغال في قطاع شمال دارفور وإنت مثلا القائد القوة دي من الجيش السوداني، الديبوتي الزول اللي بيكون النائب بتاعك طوالي في القوة دي، إن شاء الله لو كانت سرية فيها 100 نفر، الزول اللي تحتك طوالي ده يكون شنو؟ ده يكون من الجبهة الثورية كويس، وكده على أساس إنك لو كان من الجبهة الثورية هو القائد القوة تحته يكون من الجيش. هنا في القيادة العامة دي هيحدث تغيير نعم. كويس، حتى ليه؟ لأنه إنك أنت في الفترات السابقة كويس أنت ما بتتكلم على إنك أنت الناس يعني لازم يكونوا موجودين في المراية. المراية دي وين؟ المراية دي في هيئة القيادة فوق، الناس كلها شوف نفسها فيها، شوف نفسك نعم. هناك رئيس هيئة الأركان، نائب رئيس الأركان للعمليات، نائب رئيس الأركان للبرية، نائب رئيس الأركان للبحرية، نائب رئيس الأركان للجوية، الإمداد الكده، دي المراية الفوق دي. المراية الفوق دي حيكونوا فيها ناس من الجبهة الثورية، حيخشوا
كويس حيكونوا موجودين في القيادة العامة دي. لما تجي اجتماع هيئة القيادة ده تلقى كل الشعب السوداني قاعد فيه اجتماع بتاع هيئة القيادة، وبنفس التدرج ده من هيئة القيادة لحد تحت، ده بيفسر لك انه ليه الناس ديل هسه موجودين هنا في الخرطوم، لانه حيكون عندهم ناس ممثلين مش يعني كفي كوزارة الثروة الحيوانية، لا ناس ممثلين في هيئة القيادة بتاعت الجيش، ويكون في وحدة القيادة والسيطرة. وحدة القيادة والسيطرة دي مشتركين فيها كل الناس، كويس بتستفيد من تجربة القوات المشتركة اللي كانت مع أهلنا في جنوب السودان لما كانت اتفاقية نيفاشا، كويس قبل ما الجنوب يصبح دولة وكده، بتستفيد من التجربة ديك، ما بتكررها لكن بتستفيد من التجربة ديك، باعتبار انه عشان ما يحصل احتكاكات، عشان ما يحصل تفلتات القوى، عشان لما تتحرك كده بعد ذاك الناس دي كلهم فيما بعد حيحاولوا انه يصنعوا العقيدة القتالية للقوة اللي حتشترك في دارفور، ويوحدوا اليونيفورم بتاعها، ويوحدوا اللوائح بتاعتها، والأمور اللي بتخليها، القوانين اللي بتخلي تشتغل فيها، اللي هو كلهم لما يبدوا يشتغلوا مع بعض مع مرور الزمن وتحدث الوحدة بتاعت الوحدة كوحدة بتاعت مفهوم بتاع عقيدة قتالية، كويس، وهم وحدة بتاعت الناس تاكد بياكلوا مع بعض. طيب يعني استاذ عمار، ربما انا اردت ان اشير لان هذه القوات التي دخلت من جنوب السودان الى ولايات غرب دارفور والى ولايات اخرى، انت ايضا اشرت الى ما يحدث الان من صراعات ربما قبليه في دارفور. وسيط السلام المقرر دكتور ديو مطوق اشار لحاله احباط عامه، بانه كان يتوقع بان يلتفت اطراف العمليه السلميه والحكومه السودانيه نحو تنفيذ هذه الترتيبات. التاخر في الالتزام بالمصفوفه الزمنيه، يعني الى اين يؤدي في انفاذ وانزال عمليه سلام السودان الى ارض الواقع، منها ما ذكر من إدماج هذه الحركات في المنظومة الأمنية السودانية. بيودي في 60 داهية لو الناس ما يعني ما في التزام وما في يعني بتنفيذ الاتفاق ده، ما بيحفز اللي موجودين خارج اتفاق السلام. نعم. لما أنت يشوفوا إنه في تأخير، في عدم التزام بيحصل في الخرطوم من التنفيذ بتاع الاتفاق اللي موجود، بينعكس سلبا على التفك تماما، وينعكس سلبا على المواطن اللي كل الناس كانوا بيكتبوا ليه والسلام سمح والسلام جاء وكده وبتاع، بيشوف انه عشان كده انا قبل لما كنت بيتكلم بقول لك انه في تغيير الولايات، كويس دي واحدة من الحياة الاساسية في دارفور. نعم. كويس في ولايتين في دارفور ديل حيتغير الولا اللي خاصين بيهم، اللي هما الولايتين في دارفور هتخرج لصالح الموقعين على اتفاق السلام، وجنوب كردفان هيحصل تغيير ايضا لانه النائب الوالي، غرب كردفان برضو هيحصل تغيير، منطقة النيل الازرق هيحصل تغيير، كسلة لانه اتفاق الشرق مدة 30% من الحكم في شرق السودان للقوى الموقعة على الشرق، وقوى ولايات الشرق 3، بالتالي حيكون في ولاية أيضا من الشرق دي حيتم التغيير. التأخير الآن اللي لازم عملية التنفيذ وتحويل الاتفاق ده لواقع، إنه الاتفاق ده قاعد معلق هنا هسه في الخرطوم، ما مشى هناك الولايات، ما مشى الولايات، أهل المصلحة والضرر أصلا يعني. المصلحة والضرر وكده. نعم. كويس اللي التشكيل اللي تم ده، أعضاء في مجلس السيادة، أعضاء في مجلس الوزراء، الأسابيع الجاية نحن داخلين على المسألة بتاعت المجلس التشريعي، بالتالي طوالي حنكون الناس جاهزين إنه يغيروا الولايات، وفي ولايات حيتغيروا هنا في خرطوم، في الشمال، في الجزيرة، في وين، لأنه في احتجاجات من المجتمعات المحلية وطالب بذهاب ورحيل، وفي ناس ما قيموا أوضاعهم، ما عملوا الحاجات لكن لما نرجع كده خلينا من ناس الشمال، لما نرجع لناس لكن هنا حيحصل تغيير في الولايات هنا يعني ما حيكون لكن في الولايات دي حيحصل تغيير. كويس ما في أي والي يفتكر نفسه إنه هو في مأمن، في تقييم، التقييم ده بيفرض أدائك، الشارع الوسخان ده، الشارع المكسر، عدم الرضا بتاع المجتمعات، تردي الخدمات لكن بالنسبة للولايات بتاع دارفور إنك أنت برضو يعني لازم تغير فوق، لأنك أنت لو ما غيرت حتغير الوالي، كويس معاك، بعد ذاك إنك أنت حتجيب الوالي حيشكل حكومته، حكومة ولائية
بعد ذاك انك انت بعد ذاك القوات اللي ممكن الناس فرض الامن كده، لانه يعني في ولاء نتيجة لل يعني ما احترامنا الشديد ولثوريتهم وكده ولحاجاتهم، لكن وجودهم يعني خلق حالة من عدم الاستقرار في الولاية، أجج الصراعات. نعم. كويس. عشان كده انت عشان تعالج المشكلة مرة واحدة وتعالج القصة دي، انك انت لازم تغير الحكومات اللي بتاعت الولايات وتشكل الحكومات الولائية، وانه كله يعني ما أربع مثلا في دارفور الحكم هيكون أكبر لأهل دارفور. يعني ما بكون الحرية والتغيير يعني نسبتها بتبقى ضئيلة. كويس. بيكون كله مسار دارفور هناك. لما تكون الحكومة كلها من مسار دارفور، بعد ذاك مؤتمر قضايا الحكم يوحد الإقليم ويكون في حاكم واحد بفوق للإقليم بتاع دارفور، وتحته خمسة ولاء وخمسة حكومات، والكلام ده ينطبق أيضا على الشرق، ينطبق أيضا على، بالتالي ممكن يجي الاستقرار. لكن الناس فضلوا انه موضوع الترتيبات الامنيه نسبه لحوجه الناس للامن، انه ما يأخروا الترتيبات الامنيه ويربطوها بعمليه السلطه والبقيه الاشياء المتعلقه بالاتفاق. لكن اتفق معك تماما انه اي تاخير نتائجه دائما بتكون كارثيه. نختم بتسارع وتصاعد الاحداث في ملف العلاقات السودانيه الاثيوبيه، حيث اصدرت الخارجيه السودانيه بيان سأختصره مطول، أكدت على عمق العلاقات التاريخية بين السودان وأثيوبيا، وذهبت للحديث عن هذا البيان من وزارة الخارجية الإثيوبية، ووصفته الخارجية السودانية بأنه بيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، ويتحفظ في وصفه السودان إلى الإهانة التي لا تغتفر. إذن يحل في الخرطوم مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لباد، والذي التقى عدد من قيادات الحكومة السودانية الانتقالية، والتقى نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو. نتابع هذا الخبر والكليب ثم نعود بالتفصيل لهذا الملف. واكب الاتحاد تلك التطورات وبذل ما لديه من وسائل من أجل أن تقوم سلطات انتقالية منسجمة فعالة نابعة من إرادة الشعب السوداني بمهام المرحلة. وهذه المواكبة ستستمر وتعرف مستقبلا على أساس فحوى الرسالة التي جئت بها هنا، تطورات هامة فيما يتعلق بمسار المرحلة الانتقالية، وفيما يتعلق بجملة من القضايا الحساسة التي تشهدها علاقات السودان ببعض الملفات ذات الطبيعة الخاصة جدا. أستاذ عمار، مباشرة لهذا الإيضاح من مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان ولد لبات، والذي تحدث عن ميل الاتحاد الأفريقي للحلول السلمية في التوسط لهذه المشكلة بين السودان وأثيوبيا. الحلول الأفريقية للقارة الأفريقية، السودان ده مبدأ أساسي. دكتور عبد الله حمدوك مؤمن بالكلام ده إيمان قاطع. نعم. وبيرد في كل الأشياء. لكن الآن المراقب يشهد تعدد الأطراف الوساطة. في وساطة من أهلنا في جنوب السودان اللي بيعمل عليها المستشار مستشار الرئيس سلفكير، ومتواصل فيها سلفكير، وفيها تحركات إذا كانت في جهة أثيوبيا أو إذا كان حضور للخرطوم، ترتيبات لعقد اجتماع في جوبا يكون يحضروا البرهان، ثم اجتماع يحضروا أبي أحمد، ثم اجتماع يجمع أبي أحمد وكده والبرهان. أرضو أشقائنا وأهلنا اللي أقصد أشقائنا في المملكة العربية السعودية، كويس إنهم هم برضو حضروا قبل أيام، وكان عندهم دعوة لأنهم هم يريدوا أن يتوسطوا فيما يتعلق بالأزمة في سد النهضة.
باعتبار انها ازمه مستفحله، وعرض وزير الدوله الشؤون الافريقيه قطان انه هم ممكن يتدخلوا. الاتحاد الاوروبي كان موجود بيقول لا انا داري اعالج المشكله ككل. هسه كمان ودلبات ايضا الاتحاد الافريقي على الخط كويس. لكن الملاحظ يعني عشان نربط الكلام كله مع بعض، حتى البيان اللي تعرضتيه بتاع الخارجيه السودانيه بيتكلم على انه البيان السيء اللي طلع امس من الخارجيه الاثيوبيه اللي خلى السودان انه ده كان البيان ده متزامن مع حضور ودلبات موجود في الخرطوم، والبيان ده بعد زياره بتاعت يعني وجود ودلبات كان بجرين لايت من الاثيوبيين انك انت امشي خلاص السودان ويتوسط لنا. فدي بقت زي ريسوا وتيسوا كده يعني رسلوا زول هنا ورسلوا بيان. طيب هذا الواقع يعني حمل هذا الملف الى الخارج قيادات المجلس السيادي حميدتي التعايشي محمد الفكي. الان حكومه جنوب السودان دخلت ايضا كان على الخطوه المستشار تودغلواك ما بين اديس والخرطوم. الان وجود ولد لباد الاتحاد الافريقي ايضا كانت لديه هذه المبادره في ايجاد الحل. يعني الى اين تمضي الازمه السودانية الأثيوبية؟ سيناريوهات المتوقعة. كويس. أول حاجة عودة لمن قطع من حديث فيما يتعلق ببيان الخارجية السودانية وبيان الخارجية الأثيوبية. يعني لأول مرة إنه السودان يطلع بيان ويتكلم مع أثيوبيا يقول لا يعني إنه بيانك كان إهانة لا تغتفر. نعم. فطبعا انت لما ما تغفر بتبقى مشكلة بعدين في انك انت تصل معاي لحلول. وله ما بعده هذا البيان. كويس. في نقطة مهمة جدا اللي هي انه اللي وردت في البيان باشارات يمكن الانسان يفككها. اللي هي بتتكلم على انه العلاقات السودانية الاثيوبية وانه وزارة الخارجية في اثيوبيا اتحولت لخدمة يعني مصالح ضيقة. ده أول مرة يحصل يعني زي ما يقولوا زول يأشر في مكان. عشان المشاهد يكون فاهم، وزير الخارجية لأثيوبيا ده كان حاكم إقليم الأمهرة في السابق، اللي هو مع تغير سلسلة الأوضاع أصبح إنه هو وزير الخارجية ونائب لرئيس الوزراء. ما حزب شعوب الأمهرة يتقدم شديد في الحياة بعد تراجع جبهة تحرير تجراي والحرب اللي معاها بقى ديلك الأبر هاند بقى عند منو؟ الأمهرة. عند الأمهرة. والراجل ده كان حاكم إقليم الأمهرة وزير الخارجية ده بتاع أثيوبيا ونائب رئيس الوزراء ده من الصقور بتاعين الأمهرة، كان حاكم إقليم الأمهرة لسنوات. الاستثمارات اللي موجودة في منطقة الفشقة لما احتلوها هم والمصانع والبزنس ده كله ده حق وزير الخارجية، والسفيرة كان قاعد هنا صاحب مصلحة شخصية أصلا هذه القضية كلها. نعم. عنده. عشان كده أول مرة، لأنهم هم استفزوا السودان بالبيان بتاعهم لأول مرة، يعني إنه السودان يرد عليهم يعني ويوجه الكلام وإن كان مغلف لكن يوجه وزير الرئيس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية باعتبار إنه هو قاعد يعرقل الأشياء، لأنه هو وزير الخارجية الناطق اللي هو البيان طلع من الخارجية اللي هي البيان الافسد الاجواء بعد ما كان في ود لباد والناس قالوا خلاص انه ممكن الراجل يطلع بيانه امبارح بيان سيء جدا جدا تصعيد جديد تصعب في ظل الوجود. كويس. فبالتالي هم الخارجيه السودانيه قالوا انه المصالح الفئويه دي ده مقصود الزول ده انه وزاره الخارجيه تحولت للمساله دي. ده بيقودني لسؤالك حول انه السيناريوهات. كويس. السيناريوهات انه اصلا دي ما ارض سودانيه ده مفروق منه. نعم. ده ما في لعب الكلام ده. كويس. لكن السيطرة حزب شعوب الأمهرة واللي الصقور ديل اللي هو السفير اللي كان موجود لمصالحهم الشخصية الضيقة مصانعهم وزراعتهم اللي موجودة دي دارين يجروا كل إثيوبيا عشان يحموا مصالحهم ومصالح حزبهم ومصالح شنو فئتهم الاجتماعية. إثيوبيا دي ما كبيرة. نعم. ما فيها التجراي، ما فيها الأرومو، ما فيها القمز الشنشنة، أهل ديسالين، فيها قوميات كثيرة جدا جدا. كويس. هم دارين يجروا ديل كلهم لأنهم عندهم أوهام في راسهم إنه المنطقة بتاعت اللي موجودة بتاعت الفشق الأرض الخصبة دي اللي هم استعمروها الفترات الفاتت 650 مليون دولار سمسم بيطلع من حكومة إقليم الأمهرة بيمشي الصين اللي هي دي رئيسة منه الحكومة دي، رئيسة نائب وزير الخارجيه ده ذاته اللي هسه وزيره الخارجيه مريم الصادق في البيان انه انت هنايك ضيق.
الافق بتاعك ضيق، بتحاول تجر كله اثيوبيا عشان تحمي مصالحك بس انت، مصالحك الشخصيه. فبالتالي السودان ما عنده رغبه، من الواضح انه ما عنده رغبه انه يدخل في حرب نتيجه لتعقيدات الانتقال اللي موجوده في السودان، الهشاشه الاقتصاديه، الهشاشه السياسيه. لكن في ده كله في وحده، يعني انه المدنيين حمدوك بيتكلم بيقول في البيان المتعلق بصد النهضه، تصرفات اثيوبيا فيما يتعلق بالمياه تهديد للامن القومي. الخارجيه بتطلع بيان، المكون العسكري بيكون موجود على الحدود باعتبار انه دي ما في الوثيقه الدستوريه، الحفاظ على حدود السودان دي مسؤوليتهم، يعني ما مسؤوليه مثلا جمعيه رعايه الطفل، دي مسؤوليه الناس ديل العساكر ديل كويس، هم موجودين. وحده مثلا القوه بتاعت السلام، جبريل كان موجود هناك، في تصريحات من مني أركم الناوي قبل كم يوم في المؤتمر اللي كان في قاعة الصداقة، تصريحات من الدكتور الهادي إدريس كويس. المسألة دي الناس كلهم متفقين على ان المسألة دي الأرض دي أرض سيادة سودانية، أرض سودانية، ما في ذل بتغالط في الموضوع ده. يعني هذا الأمر ربما أيضا كانت هناك تصريحات من قبل سالبة للمسؤول الأثيوبي بأن السودان يتحرك نحو هذه الحرب كما هو أشار على حد تعبيره خادما لجهات خارجية أخرى. نعلم يعني أستاذ عمار قالوا لهم دي عشان كده البيان بتاع الخارجية قال لهم دي إهانة لا تغتفر، السودان ده قديم جدا. نعلم بأن هذا الترسيم للحدود بين إثيوبيا والسودان اتفاق 1902 واللي تم ترسيمه بصورة أساسية في 1903. الآن بالأمس يعني تابعت هذا التصريح لممثل الخارجية الأمريكية بأن أمريكا أوقفت الدعم لإثيوبيا حتى يتم معالجة ما يحدث في إقليم التجري. يعني أيضا هذه قراءات أخرى إلى أين تؤدي؟ يعني هل ما يحدث من أثيوبيا من بيانات ومن غيره هي مناورات ليس إلا؟ ده رفسي ساي، شفت بيرفسوا الناس ديل. أثيوبيا دي مشكلتها الأساسية هسه حاليا، يعني أنا قادر أفهم أبي أحمد ده ما شاطر، قصة شاطر دي ما أنت لازم تحترم الناس كويس، هو زول شاطر، لكن المشكلة إنه هو بعد دخل في الحرب مع التجري كويس بقت عنده الرافعة السياسية بتاعته، هم النسابة بتاعينه ديل الأمهرة كويس، وهم الأصل محيطين بيه كويس، هم اللي بيحركوا أي شيء كويس. وفي نفس الوقت هو داير يخش انتخابات في شهر يوليو كويس. فإنت فاقد الأمهرة، فاقد التجري كلهم كويس، لأنك انت دخلت معهم في حرب كويس. وفي إغليم بني شنقول عندك مشاكل، اللي هم القمز مشوا كتلوا الأمهرة اللي قاعدين في مشاكل متعلقة بالأرض. انت بتكوني يعني ممكن لو زول شاف في الكلام ده في جوجل بيكون موجود في الأخبار، أكثر من 200 نفر ضوحوهم الدنيا صباح نازل في مشاكل في ما بيناتهم كويس، وبرضو الأمهرة طرف في الموضوع كويس. زين أبي أحمد يستند على رافعة القبيلة يعني يعتمد عليها، لكن هو برضو واعي، هو أسه عارف إنه يعني عارف إنه كون الاتحاد الأوروبي يوقف المنح لإثيوبيا، النهضة اللي كان عملوها ناس من الزناوي وجت أبو عا ناس دي سالين، الناس دي كلها النهضة دي جات من وين؟ القروش دي ما كلها قروش تحت يعني، لأنه الاتحاد الأوروبي كان يعني بيدعم دعومات ثقيلة جدا جدا في أثيوبيا. حتى الانتخابات دار التعميلة دي الاتحاد الأوروبي إذا مثلا هو هسه بيقول لك أنه أنا وقفت منك المال كويس، لأنك أنت الممارسات بتاعتك في إقليم تجري ممارسات كده، فبالتالي بقى شنو زي قصة عمر البشير زمان كويس، انه هو هسه بقى اللعبه الصفريه، انه انا اجيش العواطف الداخليه وكده، والعالم ده انا احل معاه مشكلتي بعدين بعد ما ينتخبوني، واللعبه دي كلها ما عشان داري يبقى الرئيس انتخابات الانتخابات شهر 7. فهسه هم الضغوطات اللي متعلقه اذا كانت من الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحده حتعين مبعوث خاص للمساله بتاعت اثيوبيا دي والمساله بتاعت القرن الافريقي. يحتمل يجي فيها السفير السابق دونالد بوس اللي كان مبعوث بتاع السودان. حتى الناس بيتكلموا التدخل الدبلوماسيه الامريكيه حتدخل بقوه جدا، لانه الولايات المتحده الامريكيه نحن بنلاقي اصحاب الامريكان قاعدين هنا ديل بيقولوا انه العوده الدبلوماسيه الاثيوبيه الامريكيه لانها تلعب دور بعكس الطريقه بتاع تويتر بتاع ترامب ديك كويس، الملعب مهيئ في السودان واثيوبيا كويس ومنطقه القرن الافريقي، انه الولايات المتحده تشتغل شراكه
مع كل الآخرين يكون في تدخل دبلوماسي كويس قوي جدا جدا يمنع المنطقة دي. المنطقة دي لو ولعت فيها حرب ما مشكلة يا أستاذ غادة، لأنه أثيوبيا 100 وكثر مليون شخص، والسودان قريب كم 40 مليون، الليبيا دي ذاتها ما حتشيلنا. شفت الليبيا الناس اللي بيمشوا بها اوروبا دي ما حتشيلنا نحن ذاته، ليبيا ذاتها حتبقى ضيقه. السودان واثيوبيا مؤثرات في المشهد الافريقي، مؤثران على المشهد الاقليمي. تدخل الولايات المتحده الامريكيه حيكون، انت ما سالتي عن السيناريوهات، تدخل الولايات المتحده حيكون التدخل العقلاني. الاتحاد الاوروبي بيضغط في المساله المتعلقه بال الاموال والمنح اللي كان بيقدمها. السودان بتوقع انه حيكون متمترس حول انه يجب ترسيم الحدود ووضع العلامات، لانه هذا الامر متفق عليه في اكثر من 8 ولا 9 مذكرات 1972 بتاعت منصور خالد جولد، واللي ثانيه اللي كانت في قبل انفصال جنوب السودان، واللي قبل انفصال اريتريا، واللي قبل اللي هو كلها كان بيتم ترسيم الحدود عبر السودان. حيكون متمسك بالحكايه دي. نعم. ويس باعتبارها انها هي ذات ايضا قضيه الشعب كله متوحد حولها. طيب. لكن الجهود دي كلها ممكن تتكامل. المخرج لأبي أحمد لو هو يعني قادر يفهم كويس، يعني ممكن تتحلى المشكلة بتاعت إنه هو خايف من الأمهرة دي، ممكن تتحلى باعتبار إنك أنت أرسم الحدود كويس، أرسم الحدود بعد ذاك يدخلوا شركات كويس، ويكون زي ما قال البرهان الحق حق والفضل فضل. نعم. يعني إنه نحن نرسم الحدود بعد ذاك تتحول المنطقة دي ما منطقة خصبة كويس وما مأهولة وما مزروعة، إذا كانت في مصالح تكون لكن برضا وسيادة، بس تكون عارف إنك أنت قاعد في بيتي. نعم. تكون نعم. أنت عارف إنك أنت قاعد في بيتي. نعم. بعد ذاك ممكن يدوك ميزات تفضيلية كويس، إنك أنت مثلا المزارعين الأثيوبيين يزرعوا مثلا لمدة 10 20 سنة كويس، تجي كارتيلات شركات عابرة، شركات متعددة الجنسيات. تجي الاتحاد الأوروبي كويس، يجوا الامريكان، يجوا الصينيين، يجوا السعوديين، القطريين، الاماراتيين، اي زول يتعامل يعني يعني بيقولوا له شنو هو يعني لوبي كبير كويس، يصنع كويس مشاريع بتاعت زراعه، يطور المنطقه دي كويس، بدل مصالح مشتركه تجمع مصالح مشتركه. نستفيد من الكهرباء بتاعت سد النهضة دي ذاتها كويس، تتحول المنطقة دي لمنطقة صناعية ومنطقة زراعية، يستفيدوا منها الأريتريين أهلنا، يستفيدوا منها الأثيوبيين. لكن يعني أستاذ عمار ماذا نفعل مع السياسة؟ أنت أشرت إلى أن لعبة الانتخابات القادمة، وأبي أحمد يرغب في أن يعود مرة أخرى رئيسا للوزراء في أثيوبيا. ربما هناك قراءات أيضا أخرى بأن هذا التمترس في المواقف وهذا التصعيد من قبل إدارة أثيوبيا ممثلة في أبي أحمد ونائبه وزير خارجيته، بالحديث بأنه ربما هناك أيدي أخرى. يعني معلومة عن الرجل مواقفه مع السودان في تقريب كان وجهات النظر إبان التحول في السودان بين المدنيين والعسكريين. هناك إشارات لأن أبي أحمد أيضا هو عميل إسرائيلي، يعني فكيف يمكن أن نقيم أمر التراجع عن هذا التصعيد؟ نعم مرتبط بالمصالح، يعني هذه الإشارات ربما من خبراء يحللون ما يحدث الآن. ماذا نتوقع مع هذا التلويح من أمريكا بإيقاف المعونات لأثيوبيا، الاتحاد الأوروبي أيضا، التوسط للاتحاد الأفريقي، جنوب السودان يحمل هذا الملف؟ يعني إلى أين نتوقع أن يمضي سيناريو الأحداث بين السودان وأثيوبيا؟ السيناريو انه كل الدول والعالم كله بيتجهد على انه ما يحصل صدام مسلح، وانه تتوجد مقاربات بحيث انها يعني تجعل الامر يسير، وانه يصل لاتفاق انه العالم الناس يصلوا. السودان بيقول انه هو منفتح على كل الحلول على حسب التصريحات، وانه منتظر ترسيم الحدود. بعد ترسيم الحدود هو ممكن يشوف الحلول الثانيه اللي ممكنه. لكن الرساله اذا كان لابي احمد كويس، انت بتقولي ابي احمد يتوسط مثلا مع السودان، وانه كان كده جمع الفرقاء. نعم. وجمع الفرقاء وكان موجود وكده وكلام من النوع ده كويس، وكان عنده حرص وكده. طيب ما نفس الحرص ده ليه ما شفناه؟ ماذا مثير للتساؤل يعني؟ ليه ما شفنا الحرص ده؟ عشان كده قلت لك مويه من تحت التبن، يعني انه هو الناس اللي موجودين الصقور بتاعين الامر هو ذاته مغلوب على امره. ليست هناك جهات اخرى؟ حزب اسمه فقط السودانيين مفروض يكونوا عارفينه، ده اسمه حزب شعوب الامهره. حزب
شعوب الأمهرة ده اللي مسيطر على أثيوبيا ومسيطر على أبي أحمد. الحزب ده منه مدير المخابرات، الحزب ده منه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، الحزب ده منه رئيس الأركان بتاع الجيش. يعني المفاصل الأساسية بتاعت البلد، الأمن والجيش والسياسة كلهم في يدين الناس. مع هذا التعنت وهذا الحزب الكبير الذي ذكرت، هل نتوقع أن يأتي أبي أحمد رئيس وزراء لأثيوبيا مرة أخرى مع أن كل هتكون زي انتخابات أطراف القوى في العالم، أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيره، يعني هتكون زي انتخابات عمر البشير دي، زي انتخابات عمر البشير اللي كان بيعملها دي، مش عمر البشير. أنا أقصد الأيدي الخارجية لحكومات ودول هيحاولوا طبعا يمنعوه. نعم. هيحاولوا إنه يمنعوه. عشان كده أنا دار أقول ليك قبيل لما انقطعنا الحديث، أنت قلتي هو ساعد السودان كويس، وإنه هو عمل كده لعب دور وسيط، لعب دور السودان ممكن يلعب ليه الدور ده لو هو لو هو لو هو يعني طلع من الغرض والمرض بتاع المجموعات بتاعت حزب شعوب الأمهرة دي والمجموعات الأمنية والصغور المسيطرين عليه دي، السودان كان ممكن يلعب الدور ده كويس، يلعب الدور ده بأنه زي ما هو ساعد في توفيق الأوضاع في السودان، أنه السودان كان ممكن ينادي التجري اللي هم بيحاربون ديل كويس، ناس دبرسور وناس سبحة نقا والجماعة ديل كلهم يجيبون كويس، ويجي هو ويتعمل له مصالحة. انت ليه تصالحني ولما نجي دار صالحك انت تابع في شنو؟ انت ما صالحت السودان، ادي السودان فرصة يصالحك كويس، يجيب الناس دي كلهم بعلاقاته معهم. انت المعتدي يعني استاذ عمار. لا انا قاصد في ده، انا قاصد نعم. في انا قاصد في معالجة الازمة في الداخلية، في اقليم التجري. نعم في هو رفض في معالجة الازمة الداخلية عشان يمشي لانتخابات. السودان ممكن يلعب الدور ده، هو رفض التوسط حتى في امر الصراع في اقليم اللاتين. ايوه قال، شفت الكلام اللي كان بيقوله عمر البشير، هم بيقول شنو؟ فرض الامن وهيبه الدوله. شفت الطغاه ديل الانسان، شفت من تبقى رئيس وزراء وكده، حتى الناس بتاعين الخارجيه، الناس اللي قاعدين هسه دخلوا الحكومه دي، يعني السلطه دي بتجنن الزول. شفتها بتجنن الزول، لانه التصرفات دي تصرفات ما منطقيه اللي هو بيعمل فيها دي كويس. لكن ممكن السودان عودا الى زيبت، ممكن السودان يلعب دور بمعاونة الولايات المتحدة، بمعاونة الاتحاد الاوروبي، لاحداث مصالحة وطنية داخلية بمعاونة اريتريا كويس، بمعاونة عدد من الاطراف الدوليين، جنوب السودان كويس، من مصلحة المنطقة دي ان اثيوبيا دي ما تنفجر. اسل اثيوبيا دي يعني شفتي زيز ابي احمد زيد تيتل، شفت المراكب لتيتل بس دي كده، اثيوبيا دي ماشية تتفرتك لو الزول ده ما وحد الناس كويس. في بني شنقول في مشاكل، في الأرومو اللي منهم أبي أحمد نفسه كويس، المغني اللي قتل، المحامي جوهر اللي مسجون، تململ كبير جدا جدا. تجراي عندك مشكلة، أرض الصومال اتجاه العفر كويس، تصفية قيادات التجراي أيضا، تصفية قيادات، عندك مشاكل كبيرة جدا جدا كويس. وإنت لو استمريت بنفس الوتيرة دي في المشاكل، حتكون انه يعني اللي صنعوه الاباء المؤسسين ناس ميلي الزناوي والناس الكبار، ناس سيوم مسفن، الناس اللي توفوا ديل، الناس كانوا ناس كبار جدا جدا. نعم. فانت اعمل مصالحة داخلية، جنب اثيوبيا يعني الشرور دي، والسودان ممكن يساعد في الكلام ده، امريكا ممكن تساعد، الاتحاد الاوروبي ممكن يساعد، اسرائيل ذاتها ممكن تساعد كويس. وهو لا يمكن له أن يعزف أو يغني منفردا. لك الشكر أجزله، رفقتني في هذه الحلقة الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عمار عوض، شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا لك. شكرا لكل من تابع حلقة اليوم من برنامج محور الأحداث، نعود ونلتقي، تحياتي وفريق العمل، كونوا دوما في أمان الله.